بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدين الكرام، هيا خان تحييكم وتقدم لكم نشرات الأخبار. يقوم الرئيس الدكتور عارف علوي بزيارة تستمر يوما لدولة الإمارات العربية المتحدة ابتداء من اليوم، ما سيعقد الرئيس اجتماعات مع شخصيات مختلفة خلال زيارته، فسيفتتح رسميا الجناح الباكستاني في معرض دبي اكسبو. كما سيعقد الدكتور عارف علوي خلال زيارته لقاءات مع رجال الاعمال والمستثمرين وشركات تكنولوجيا المعلومات وممثلي وسائل الاعلام في دولة الامارات العربية المتحدة. يسلط الجناح الباكستاني في معرض دبي الدولي الضوء على فرص الاستثمار وكذلك جهود باكستان لمعالجة تغيير المناخ. وعقد اجتماع لجنة الأمن القومي في إسلام آباد برئاسة رئيس الوزراء عمران خان، تم خلاله تقديم إيجاز حول الوضع الأمني الإقليمي والتطورات الأخيرة في أفغانستان وتأثيرها المحتمل على باكستان. وحضر الاجتماع الوزراء الاتحاديون ورؤساء الأجهزة ورؤساء وكالات المخابرات، وجدد اعلان قمة الأمن القومي التزام باكستان بأفغانستان سلمية بل مستقرة ومستقلة، وقال إن الوضع الناشئ في المنطقة بعاد للغاية، ويمكن أن يكون لعدم الاستقرار في أفغانستان تأثير خطير على باكستان. ناقشت نائبة وزير الخارجية الأمريكية ويندي أرشمان العلاقات الثنائية الوضع في أفغانستان مع القيادة الباكستانية، وقال وزير الخارجية شاه محمود قريشي في حديث مع ويندي إن الباكستان تسعي إلى إقامة العلاقات واسعة النطاق مع الولايات المتحدة من أجل التعاون الاقتصادي وتعزيز العلاقات الإقليمية والسلام في المنطقة، وقال إن الوضع الحالي في أفغانستان يستدعي خطوات ملموسة من قبل المجتمع الدولي. وعرب وزير الخارجية أن أمله في أن يعمل النظام الجديد في أفغانستان من أجل السلام والاستقرار والازدهار للشعب الأفغاني، وقال إن وجود ممثلة للشعب الأفغاني وحكومة ذات القواعد العريضة يمكن أن يكون شريكا موثوقا بها للمجتمع الدولي. استدعت النائب وزيرة الخارجية الأمريكية ويندي شيرومان قائد الجيش الجنرال قمر جاويد باجوا، وتم خلال الاجتماع بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك والوضع الأمني الإقليمي، كما تم مناقشة التعاون على أساس إنسانية في أفغانستان. ووفقا قال قائد الجيش الجنرال قمر جاويد باجوا إن الباكستان ملتزمة بالسلام والاستقرار في أفغانستان. وأكد قائد الجيش الحاجة إلى المشاركة هدفيا بين البلدين، وأشاد نائب وزيرة الخارجية الأمريكية بدور باكستان في الأوضاع الأفغانية، كما أشاد بتعاون باكستان في إزلاء الأجانب. قالت نائبة وزيرة الخارجية الأمريكية ويندي شيرمان إن الغرض من زيارته لباكستان هو مناقشة العلاقات الثنائية ومراجعة التغييرات التي تحدث في أفغانستان. وقالت في مقابلة حصرية أخبار تلفزيون باكستان أن اللقاءات مع القيادة الباكستانية مفيدة للغاية. قال رئيس الوزراء عمران خان إنه سيتم تنظيم فعاليات للنشر الوعي من الناس حول سيرة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. إذا كانت هناك مشكلة في حل مشكلة قانونية، فيجب أن تكون مرتبطة بمسترد المعلومات أو المنشورات المتعلقة بالموضوع.
يستمر إرهاب الدولة الجيش الهندي في كشمير المحتلة. استشهد شاب آخر في عملية جديدة في منطقة الإسلام آباد. قتل الأفراد من القوات الشرطة الاحتياطية المركزية الهندية بالرصاص المواطن بويس أحمد في منطقة جسر المانغال. وزادت إدارة الاحتلال من القيود المفروضة على المواطنين مع زيادة عمليات القتل خارج نطاق القانون. ولما يسمى بصلاة الجمعة في مسجد الجامعة التاريخية في سريناغر وحجرة بين دراجة وخانقة موالي ومساجد رئيسة الأخرى. أزمت أسرة وأقارب مدير المدرسة المقتول ساتندرا كوفي سريناغر أمس احتجاجا صامتا أمام الإمام المدينة وطالبوا إدارة الاحتلال بتقديم القتلها في العدالة. فجر الانتحار نفسه في مسجد في ولاية قندز شمال أفغانستان مما أسفر من مقتل ما لا يقل عن 50 شخصا بإصابة حوالي 100 آخرين. وحاجم انتحار بعد الظهر بقليل إمام مسجد في ولاية قندز الشمالية زبيع الله مجاهد نائب الوزير من أفغانستان إلى هذا الحادث المؤسي فقع في منطقة سيدباد. أدانت باكستان الهجوم الإرهابي على مسجد في ولاية قندوز بأفغانستان. وأعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية في بيان أن أسفه الأمين جزاء الخسائر في أرواح الغالية وثابت عددها من الأشخاص في حادث. شكرا لمتابعتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thanks for watching and subscribe to our channel.